بسم الله الرحمن الرحيم، هنكمل مع بعض الجوريزم الجمال. الجوريزم الجمال هو شبه الديف هيلمان شوية، بحيث ايه ان انت عندك اتنين بيتكلموا مع بعض، اليس مثلا وبوب. هو ده يعني الجوريزم المشروع بالاسمين دول، ممكن تغيرهم بأي اسم تاني يعني مفيش مشكلة يعني. بس هو يعني ممكن لو جه قال لك في تشوز مثلا مين اللي بيستخدم اليس وبوب، مين اللي بيبعت بين اتنين، هو الجمال يعني. بس متوقعش ده سؤال يجي يعني. المهم لو نفتكر مع بعض في الديف هيلمان كنا بنعمل ايه، كان بيجي عندي حاجه اسمها جنريتور وحاجه اسمها المود برايم. بتبقى ده عندي برايفت كي وده عندي برايفت كي، بعد كده بجيب البابليك وابعت لده البابليك وابعت لده البابليك، نفس الكلام اللي هنعمله هنا بس بيزيد عليه شويه حاجات بالظبط. تمام، هنعمل ايه هنا؟ اهو هنا انا عندي هنا في برايفت كي وهنا في برايفت كي. تمام، يبقى شايفين مع بعض. تمام، عندي هنا برايفت كي بسميه اي وبرايفت كي بسميه دي، على حسب بقى ما يديهولك في المسألة مش مهم يعني. انت بتبقى عارف ان ده برايفت كي، ولا ده عارفه ولا ده عارفه. مين اللي بيبدأ يعمل كي جنريشن؟ البوب. هناك كان ده بيعمل بابليك كي وده بيعمل بابليك كي، لا هنا هي اللي هو المستقبل اللي هو بوب ده هيعمل بابليك كي ويبعته لأليس. تمام، فدلوقتي انا عندي حاجه اسمها بي، ده اللي هو البرايم نمبر اللي هو هناك كان بالنسبه لي البرايم نمبر برضو اللي هو بجيب يعني بيبقى بعد المود. عندي الدي اللي هو البرايفت كي، وعندي ده الرقم اللي هو يعني رقم عشوائي. لو هو ما ادالكش الالفا في المساله بيبقى رقم عشوائي، ممكن ادالك برمز تاني جي او واي على حسب ما هو بيديها لك هي ايه. بس هو بيديهم لك كلهم في قوس واحد، بي دي واي مثلا، يقول لك ان على حده مثلا ان البي هي كذا، الدي هي كذا، الالفا هي كذا. تمام، بيفرطهم لك يعني، بس هم بيجيبهم لك في اقواس مع بعضيهم. دلوقتي انا عندي البي برايم نمبر، الالفا احنا قلنا ان هو عدد عشوائي لازم يكون اقل من البي. بعد كده بنجيب حاجه اسمها بيتا. البيتا ديت هي بالنسبه لي بابليك كي، سميتها بيتا ماشي، سميتها بابليك كي ماشي، مفيش ادنى مشكله. تمام، دلوقتي احنا بعتنا جبنا البيتا اللي هو القانون بتاعها، الالفا دي باور دي مود بي. تاني، البيتا هي الفا باور دي مود بي. تمام، جبت البيتا بتبعتها هي والبرايم نمبر والالفا. ليه ببعتهم؟ عشان الاليس ده بيستخدمه، لو اليس ده بيستخدم الثلاث ارقام دول في ايه بالظبط؟ في الكي، في الكي اللي احنا هنجيبهم دلوقتي. بيجيب كي بابليك وبعد كده والتاني بيجيب الكي سيكريت. تمام، لما بيجيب الكي ام ده السيكريت ده بيبعته له هنا تاني، يعني الكي ام لا بيبعت الكي اي. يعني انت عندك اليس هيبعت الكي اي، ومن الكي اي هيبعت. يعني انا بالنسبه لي الكي بابليك، الكي اي بابليك والبيتا بابليك. ده برضو عشان حتة ان لو في اي هاكر في النص هو مش بيبقى شايف غير البابليك كي، ما بيشوفش الايه ال ما بيشوفش البرايفت كي. تمام، فدلوقتي احنا هنعمل ايه؟ هنجيب الكي اي ده بيساوي الالفا اللي انت بعتها لي اللي هو بوب بعتها له باور الاي مود بي. يجيب بعد كده الكي ام. الكي ام بالنسبة لي هي عبارة عن ايه؟ ده السيكريت بقى، بيبقى بيجيب البيتا اللي هو البابليك زي ما احنا كنا بنعمل هناك، كنا بناخد البابليك اللي بيدهوني واجيب منه السيكريت. هنا نفس الكلام، عندي البابليك جبت منه السيكريت، البابليك ايه اللي هو البيتا باور الاي مود البي. الاي ده بالنسبه لي ايه؟ هو البرايفت كي بتاعي. تمام، نبدا بقى نحل مساله عشان تبقى واضحه الايه اللي يبقى واضح اكتر. بيقول لي بوب عنده المعلومات ديت، الفا وبي اللي هو البرايم نمبر، والالفا ده اللي هو الرقم العشوائي، والدي عندي ب 8، الدي ده اللي هو البرايفت نمبر، والاكس دي المسج. تمام، دي المسج اللي هي الاكس او الام ايا يكن هي ايه. لما بتيجي تجيب هو بيبقى طالب ايه؟ طالب الواي. يعني هنا مثلا لو قلنا هنزود بيبقى طالب الواي ايكوال علامة استفهام. تمام، بالظبط كده، الواي هو طالب الواي. الواي ده اللي هو بالنسبة لي ايه؟ السايفر. تمام، ساعات بيطلب عايز السايفر وساعات يقول لك مثلا ايه يعني اعمل السيناريو كله بقى. يعني انت المفروض الاول بتجيب السايفر، جبت السايفر ممكن ترجعه البوب تاني ويعمل يجيب لك الايه دي سايفر او ديكريبشن. يعني اول حاجه احنا قلنا الخطوات، هما 3 خطوات اللي بنعملهم وتجيب السايفر على طول. بتجيب اول حاجه البيتا،
الفا مود باور دي مود بي، الالفا بكام؟ 5. باور دي اللي هو الدي بتاعي برايفت 8، مود بي اللي هي 89، بتساوي لو جبناها على الكالكوليتر عندي 5 باور 8 مود 89 كام؟ بـ4. يبقى احنا جبنا البابليك كي اهو، لو احنا نخليها باينة اكتر، الـ4 دي بابليك ايه؟ بابليك كي. تمام، جبت البابليك كي تبعته لمين؟ لأليس. أليس هيعمل بيه ايه؟ هيستخدمه في ان هو يجيب السيكريت كي بتاعه. اما أليس بيستخدم الالفا في ايه؟ بيستخدم الالفا في ان هو يجيب البابليك برضو بتاعه. يعني انت هنا في البوب بياخد الالفا وأليس بياخد الالفا، كده جبت انت البابليك كي زي بالظبط ما عملنا هناك، جبت البابليك كي للاتنين، بابليك سوري بابليك كده بابليك كي هنا كمان برضه عشان ما يبقاش كده. تمام، جبنا البابليك كي للايه؟ للاتنين. البابليك كي هنا الفا باور الاي مود 89، الاي بالنسبة لي دي بتاعت اليس، نلاحظ ان الاي ما ننساش الاي هي البرايفت كي بتاعت اليس، اللي هو ده المرسل، ده اللي هيبعت الرسالة المشفرة اصلا. تمام، يعني واحد هيشفر والتاني هيعمل ايه؟ ديكريبشن. تمام، اليس هو اللي هيشفر. بناء عن ايه؟ بناء عن معلومات بوب. بوب بيبعت له البابليك كي عشان تبقى عارف السيناريو، بوب بيبعت البابليك كي، اليس يشفر الرساله يبعتها لبوب. بوب المفروض ان هو هياخد معلومات من اليس يعمل ديكريبشن، يبقى بوب بيعمل ديكريبشن، اليس بيعمل انكريبشن. جبنا البابليك كي، يبدا السيكريت كي يظهر، ان انت هتستخدم البابليك كي اللي هو بعته لك بوب، ده البابليك كي بتاع بوب. مود 13 هي نفس الخطوه على فكره، مود 89 هيديني 16، يعني احنا هنا هي بالظبط الدف والهيلمان، ان انت بتاخد ده مع ده، يعني مقص ده بياخد البابليك كي بتاع ده وده بياخد البابليك كي بتاع ده. تمام، جبت البابليك كي بتاعي اهو اللي هو الاربعه اللي كانت البيتا اللي هي الاربعه ديت، باور 13 مود 89 اللي هي البي اللي هو مديها لك بتساوي 16. كده جبت الكي ام اللي هو السيكريت كي، هناك كنا بنقف عند الخطوه ديت ان ده يساوي 16 مثلا، ده يساوي 16، لا هنا مش هنعمل كده، هنا بنروح عاملين ايه؟ بنجيب الواي سايفر. الواي سايفر بيساوي ايه؟ عندك المسج اللي مديها لك في الكي عادي اللي هو القانون بتاعنا، الام في كي مود 26، هنا هنقول مود بي. تمام، المسج في الكي مود البي، المسج بكام؟ 35 في 16 مود 89، نفس الكلام على الكالكوليتر هتطلع كام؟ 26. نيجي بقى نعمل الديكريبشن، مين اللي هيعمله؟ اللي هيعمله بوب. طب بوب هياخد انهي كي فيهم؟ احنا قلنا اللي بيبقى شايفه بوب هو البابليك كي، يبقى انا عندي بوب بالنسبه لي هيبقى عنده المعلومات اللي هي الكي اي، الكي اي والواي اللي هو السايفر، من الاثنين دول يقدر هو يجيب الايه؟ يعمل الديكريبشن. ازاي؟ انا عندي بيجيب هو لنفسه كي ام. تمام، الكي ام ده بيساوي ان قلنا هنا الكي المفروض ان بوب هيجيب الايه؟ الكي ام. تمام، يبقى الكي ام حلو قوي، يبقى المفروض ان بوب هيجيب الكي ام. ايه الكي ام اصلا؟ احنا قلنا ان الكي ام ده البرايفت كي اللي هو المفروض بتاع اليس. طب لما هو هيجي يجيبه هو نفس الكلام اللي احنا عملناه في اللي فات، يعني ده بيبعت البابليك كي وده بيبعت البابليك كي، يعني ممكن تثبتها نفس الخطوات ان ده بياخد البابليك كي وده بياخد البابليك كي، بس الفكره كلها ان انت ده بيجيب السايفر وده بيجيب الانكريبشن، ده خطوه هي خطوه واحده بس زياده عن الديف والهيلمان، لو ركزت فيها هتلاقيها مظبوط. هنا بيجيب الكي ام ازاي؟ نفس القانون، الكي ام بيساوي ايه؟ بس انا هنا مش بي بقى، هنا هيقول لي ان هو واخد الكي اي، يبقى الكي اي باور باور ايه؟ باور الدي بتاعي، يبقى انا عندي المعلومات اللي ما عندي الدي اللي هو البرايفت كي باور الدي، يبقى الكي اي باور الدي مود البي عادي. تمام، يطلع الناتج بيساوي ايه بقى؟ عندي بيساوي الكي اي بكام؟ لو لاحظنا ان الكي اي ب 40، يبقى 40 باور الدي ب 8 مود 89،
لو حد مركز معايا المفروض انه يطلع ايه؟ الكي ام ده المفروض يطلع ايه؟ اكيد لازم يطلع الكي ام الاولاني اللي هو ده. ليه؟ احنا قلنا ان لازم السكرت كي بين الاثنين يطلع هو هو. نتأكد كده بالكالكوليتر. 40 باور 8 مود 89 طلعت 16. طلعت 16 مظبوط، انت كده بتحل صح وهتبقى متأكد قبل ما تخرج من اللجنة. تمام، طلعت ال 16، عايز اعمل ديكريبشن للرسالة. طب انا عندي الواي، الواي بكام؟ ب 26. انت عايز تعمل ايه ديكريبشن؟ يبقى عايز تجيب الاكس بتاعتك الاكس اصلا اللي هي كان مدهاني اللي هي 35. احنا ده كله بنأكد. تمام، يبقى انا لما اجي اجيب الاكس، اكس بتساوي ايه؟ المفروض ان انا عندي الكي انفرس، يبقى كي ام ماينس 1 باور ماينس 1 في الواي اللي هي السايفر تكست بتاعي مود البي، صح كده؟ مش ده القانون العادي بتاعنا؟ تمام، يبقى انا عندي الكي انفرس، يعني عندي 16 اس ماينس 1. طبعا يعني احنا المفروض ان احنا هنجيبها احنا بقى، يعني احنا المفروض ان احنا نجيبها عن طريق الجدول اللي انا كنت شرحه قبل كده اللي هو بتاع الكي انفرس. تمام، نفس الخطوه بالظبط، هنا هتبقى 26 بدل السبعه هتبقى 16 وهكذا. تمام، يبقى ماشي. في الواي بكام اللي انا جبتها؟ ب 26 مود 89، هيطلع لك نفس الرساله بالظبط اللي هي 35. تمام، لو حد ما عرفش يعمل ال 16 انفرس ممكن يراجع اللي هو المالتيبليكيتيف انفرس اللي هو الجدول ده اللي هو الفيديو التاني، ويبدا يعمل الايه المالتيبليكيتيف انفرس لل 16 ماينس 1، هيطلع معاه رقم هيضربه في 26 مود 89، هيطلع لك مظبوط ان هو 35. وشكرا.